اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. ودي ان شاء الله هناخد ليسونز 41 42 اند 43 اللي بعنوان البريمتر اوف ابوليجون. احنا طبعا خدنا في الدروس اللي فاتت البوليجون وعرفنا انه كلوزد شيب متكون من مجموعه من السايدز ولازم السايدز دي تكون كونكتد مع بعضها ولازم يكون كلوزد، ما ينفعش يكون في اي كيرفز. النهارده هنتعرف على كلمه جديده اسمها البريمتر. يعني ايه كلمه بريمتر؟ لما نقول عايزين البريمتر لبوليجون نعمل ايه؟ نبص كده على الشكل ده. الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل. الريكتانجل ليه كام دايمنشن؟ ليه الدايمنشن ده والدايمنشن ده وده وده. وقلنا الدايمنشن الصغير بنسميه الويدز، يعني الدايمنشن ده كده بنسميه الويدز، والدايمنشن الكبير بنسميه اللينس. في الريكتانجل بنلاقي ان الويدز عندي منه هنا سايد وعندي سايد قدامه، واللينس عندي سايد ده وعندي السايد ده. وكنا الدرس بتاع الكوادريلاترال ومن بعديه الباراليلوجرام عرفنا ان الريكتانجل ده عباره عن باراليلوجرام وكل الفيرتيسيز بتاعته ار ذا سيم. الباراليلوجرام الفرق ما بينه وما بين الريكتانجل ان في اختلاف في الفيرتيسيز في الباراليلوجرام، لكن الريكتانجل كل الفيرتيسيز ار ذا سيم وايتش تو اوبوزيت سايدز ار ايكوال. طيب ايه بقى البريمتر؟ نيجي نشوف ده السايد ده، لما نيجي نشوف الديستانس بتاعته او نقيسه بالرولر بتاعتنا زي ما اتعلمنا نقيس في الدروس الاولانيه خالص بالرولر. اجيب الرولر بتاعتي واقف بيها هنا، احط اولها هنا واشوف هنا هتديني كام. هنلاقيها عامله 5 سنتيمتر. البريمتر بقى عباره عن ايه؟ نجيب السايد ده نعمل له اديشن مع السايد ده، واللي يطلع نعمل له اديشن مع السايد ده، واللي يطلع نعمل له اديشن مع السايد ده، او نعمل كاونتنج لكل الايه ال1 سنتيمتر دول. نقول كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى هنعمل كاونتنج او هنعمل سم. يعني هنا البريمتر هيكوال ايه؟ ده كده 5 وده كده 3 يبقى 5 بلس 3 وده كده 5 يبقى بلس انذر 5 وده كده 3 يبقى بلس مين؟ 3. يطلع كام؟ 5 و5 10 و3 و3 6 يبقى 10 بلس 6 از ايه؟ 16. طب 16 ايه؟ اليونت الواحده اسمها سنتيمتر. يبقى 16 من السنتيمترز. يبقى ايه هو البريمتر؟ نشوف الشكل اللي عندنا ونجيب كل اللينسز بتاعت السايدز ونعمل لها صم. تعالوا مع بعضينا نشوف التشيك ديت. بيقول لي هنا ايه؟ find the perimeter of each figure. الواحده من دي ب 1 سنتيمتر. احنا عايزين نجيب البريمتر، يعني نشوف كل ده قد ايه. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى البريمتر بتاع السكوير ده 16. طب في طريقه ثانيه؟ انا عندي السايد ده كام؟ 1 2 3 4 يبقى السايد ده 4 واللي قدامه ده 4 وهنا 1 2 3 4 وده 4 وده 4. ايه الطريقه الثانيه؟ اقول كده السايد ده بلس السايد ده بلس السايد ده اللي هو 4 برضو بلس السايد ده. لما نيجي نعمل لهم كاونتنج هنا الفور متكرره 4 تايمز، يعني 4 تايمز الفور اللي هي 16 سنتيمتر. يلا نشوف الشكل ده. دي عندي هنا 1 سنتيمتر، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى البريمتر كام؟ 12 سنتيمتر. تعالوا مع بعضينا نشوف الليرنينج بوينت دي اللي بناكد فيها على اللي احنا قلناه من شويه، ان البريمتر بتاع اي شكل عباره عن السم بتاع السايدز بتوعه. يعني السايد ده 6 سنتيمتر وده 3 وده 6 وده 3. يبقى البريمتر اللي هي الديستانس كلها المسافه اللي حوالين الشكل كله عباره عن ايه؟ 6 بلس 3 بلس 6 بلس 3 يديني 18. طب الترينجل ده
البريمتر بتاعه اقول ايه؟ اقول ال 4 بلس ال 3 بلس ال 5 يديني 12. طيب لو انا عندي شكل، الشكل ده اعمل ايه؟ اشوف كل السايدز دي اللينسز بتاعتها قد ايه ونحطها على بعض كلهم. هنا 3 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 5 بلس 4 ونعدهم كلهم يطلعوا معانا كام؟ 18. يلا مع بعضنا نشوف التشيك الظريف ده. هتعملوا ايه؟ هتيجوا بالرولر بتاعتكم تشوفوا اللينس بتاع ده كام واللينس بتاع ده كام. السايد ده كده 2، بنحط الرولر بتاعتنا زي ما انتم شايفين ونحط الزيرو على اول نقطه ونشوف الاندنج بوينت بتاعت السايد هتقف لحد فين. هنا ده بدا من الزيرو لحد ال 2 يبقى ده 2 سنتيمتر. طيب انتوا بقى هتعملوا ايه؟ هتيجوا بالرولر وتقيسوا دي، وتيجوا بالرولر وتقيسوا دي. دي هتطلع معاكم 3 ودي هتطلع معاكم ايه؟ 4. وانا عايزكم طبعا تعملوها انتوا بنفسيكم بالرولر عشان تتعودوا تعرفوا تقيسوا اللينسز بتاعت السايدز. طب عايزين نجيب البارامتر، نجيبه ازاي؟ يبقى ده بلس ده بلس ده، يعني 2 بلس 3 بلس ال 4. 2 بلس 3 يديني 5 بلس 4 يديني 9. يلا هنا عشان نجيب البارامتر نعمل ايه؟ لازم اجيب اللينس بتاع ده واجيب ده واجيب ده واجيب ده، اجيبهم بايه؟ بالرولر بتاعتي. اجيب الرولر واقف على السايد ده واشوف اللينس بتاعه قد ايه. ده هيطلع معانا 3، ولما نيجي نشوف ده هيطلع 6 وده 4 وده 4. لازم تقيسوا الكلام ده بنفسكم بالرولر عشان تتاكدوا. طب نجيب البارامتر ازاي؟ نقول كده 3 بلس ال 4 بلس ال 6 بلس ال 4 ديت. يدوني ايه؟ 4 و 6 يديني 10 و 3 و 4 7 يبقى 7 بلس 10 70. نيجي مع بعضنا نشوف البراكتس ده. كلنا ميجر ايتش سايد اند فايند ذا بريمتر اوف ايتش بوليجون، يعني هنقيس السايد ده والسايد ده وده وده، وبعد ما نقيسه بالرولر نجيب الايه؟ البريمتر بتاعه. بعد كده بيقول لي كلر ذا بوليجون ويز ذا جريتست بريمتر ان ريد، يعني هنشوف الاشكال اللي معانا واللي ليه اكبر بريمتر هنلونه بالريد. طيب لما نيجي نقيس السايد ده بالرولر هيطلع معانا كام؟ هيطلع معانا 3. طبعا الاكتيفيتي دي انتوا اللي هتعملوها بالايه؟ بالرولر بتاعتكم. وده هيطلع 3 وده هيطلع هنا 4 وده هيطلع هنا 4. طيب هسألكوا سؤال يا اولاد، الشكل ده اسمه ايه؟ الشكل ده اسمه باراليلوجرام. ليه؟ عشان كل تو سايدز قدام بعض قد بعض وباراليل. طيب ممكن واحد يقول لي يا مستر طب ليه ما يبقاش ريكتانجل؟ لان احنا قلنا ان الريكتانجل كل الفيرتسيز ار ذا سيم، لكن الباراليلوجرام بص الفيرتكس دي عامله ازاي؟ دي مفتوحه شويه والفيرتكس دي مضمومة، يعني الفيرتكس دي مش زي الفيرتكس دي، عشان كده اسمه ايه؟ باريوجرام. طيب لما نيجي بقى نجيب له البارامتر نقول ايه؟ نقول اللينس بتاع السايد ده بلس ده بلس ده بلس ده، يعني البارامتر هيبقى 3 بلس ال 4 بلس ال 3 بلس ال 4، ده بلس ده بلس ده بلس ده. 3 بلس 4 يديني 7، 7 بلس 3 يديني 10، 10 بلس 4 يديني 14. طيب وبالنسبه للشكل ده، الشكل ده متكون من كام سايدز يا اولاد؟ 1 2 3 4 5 اند 6. يبقى اسمه ايه؟ فاكرين درس البوليجون كنا بنسمي ده ايه؟ كنا بنسميه هيكساجون عشان ليه 6 سايدز. لما نيجي نقيس بالرولر بتاعتنا هنلاقي السايد ده 3 وده 3 وده 3 وده 3 وده 3 وده 3. لما نيجي نقول عايزين البارامتر نعمل ايه؟ نعمل لكل دول صم. يبقى هنا 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. ال 3 متكرره كم مره؟ 6 تايمز، يعني اكني بقول 6 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 18. يبقى دي كلها تديني 18. يلا اللي بعد كده هنقيس ده بالرولر هيطلع معانا 7، وده هيطلع معانا 3 وده 4 والصاد ده يطلع 4. البريمتر يبقى ايه؟ 7 بلس 3 بلس 4 بلس 4. 7 بلس 3 بلس 4 بلس 4. 7 بلس 3 يديني 10 بلس 4 14 بلس 4 18. نيجي يلا الشكل ده لما نيجي نقيس دي بالرولر كلها كده يديني 6 سنتيمترز، وده يديني 4
ودي برضو 4، وده كده 1 سنتيمتر للحتة دي، والحتة دي كده هنقيس هيطلع 2، والحتة دي كده يطلع 3، وكده 2، وكده ايه، وكده 2. يبقى لما نجيب البريمتر بقى للشكل ده نجيبه ازاي؟ نقول السايد ده بلس 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 ده، نعمل لهم كلهم اديشن، يبقى 6 بلس 4 بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 2 ديت بلس 2 ديت بلس مين؟ بلس 4. 6 و4 10، 10 و1 11، 11 و2 يبقى 13، 13 و3 16، 16 و4 20، وعندي 2 و2 يبقى 24. يبقى مين هو البوليجون اللي ليه اكبر بيرامتر؟ هو ده بوليجون، لان انا عندي مجموعه سايدز هي كلوزد، هنا 18 وهنا 14 وهنا 18 وهنا 24، يبقى هو ده البوليجون اللي ليه جريتست بيرامتر. نعمل ايه؟ نقعد بقى ايه نلون كده، نلونه بالايه، بالريد كده. اكتيفيتي سهله جدا وجميله ومسليه، درس البريمتر يعتبر من الدروس السهله لانه كله اديشن. نيجي نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي كالكوليت ذا بريمتر اوف ايتش بوليجون ان سنتيمترز، زين نيم ذا بوليجون ويز ذا سمولست بريمتر، وبعد كده اقول اسم السمولست بريمتر. احنا ممكن نقول الاسماء كلها. طيب الترينجل ده اسمه كده كده ترينجل، البوليجون ده اسمه ترينجل. لما بنيجي نقيس السايدز بتاعته بنعمل ايه؟ بنيجي بالرولر نقف هنا شوف ده هيطلع كام. لما دي هنعملها في الكتاب بتاعنا هنلاقي ان ده 4 سنتيمتر، وده كده 4 سنتيمتر، وده كده 4 سنتيمتر. ولما نيجي نكتب اللينس ما نكتبش 4 بس، اكتب 4 وجنبيها سي ام يعني سنتيمتر. يبقى البريمتر كام؟ 4 بلس 4 بلس 4 اللي هي 12 سنتيمتر. هنا لما نيجي نقيس دي هيطلع معانا 2 سنتيمتر، ولما نيجي نقيس السايد ده هيطلع 3 سنتيمتر، والسايد ده 3 سنتيمتر، وده 2 سنتيمتر. ده اسمه ايه؟ اسمه ريكتانجل. طيب ليه مش باراليلوجرام؟ علشان الفيرتكس دي اهي زي ما انتم شايفين قد الفيرتكس دي بالظبط. من شويه كانت الفيرتكس عندنا واحده كبيره وواحده صغيره، ده يبقى باراليلوجرام، لكن الريكتانجل كل الفيرتسيز ار ذا سيم. يبقى البريمتر عباره عن ايه؟ اللي هي كل السايز بتاعت الشكل الصم بتاعها كام؟ 2 بلس 3 بلس 2 بلس 3. 2 و3 5، و2 و3 يبقى 5، 5 و5 يديني ايه؟ يديني 10. يلا اللي بعد كده. الشكل ده كان اسمه ايه؟ ترابيزيوم، عشان فيه جاست 2 سايدز بس بارلل. 2 سايدز بس بارلل يبقى اسمه ترابيزيوم على طول. طيب ده هنا كام؟ لما نيجي نقيسه بالرولر هنلاقي ان السايد ده 5 سنتيمتر، والسايد ده 4 سنتيمتر، وده 4 سنتيمتر، والسايد ده هيبقى 8 سنتيمتر. يبقى البريمتر عباره عن ايه؟ ده بلس ده بلس ده بلس ده، يبقى 5 بلس ال 4 بلس ال 8 بلس ال 4. 5 و 4 9، 9 و 8 17، 17 نكاونت عليها 4 تبقى 21. طيب نيجي هنا ده سكوير، السكوير ده لما نيجي نشوف السايد ده هنلاقيه 5، وده هنلاقيه 5، وده هنا 5، وده برضو 5 سنتيمتر. يبقى البريمتر كام؟ 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5، 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 يديني كام؟ يديني 20. يبقى انا عندي هنا البريمتر 20، هنا 21، هنا 12، وهنا 10. يبقى السمولست بريمتر في انهي شكل؟ في الريكتانجل. يبقى ذا بوليجون ويز ذا سمولست بريمتر از ذا ريكتانجل. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي find the perimeter of each of the following polygons then color the polygons with the same perimeter in the same color. دي فيها activity هنلون فيها مع بعض، هسيبكم تلونوها في الاخر.
نيجي نشوف الترينجل ده لما نيجي نقيسه بالرولر هنلاقي ان السايد ده 3 سنتيمتر وده 5 سنتيمتر وده 5 سنتيمتر. يبقى البريمتر عبارة عن ايه؟ 5 بلس 5 بلس 3 يبقى 5 بلس 5 بلس ايه؟ بلس 3. 5 و5 10 و3 يبقى 13. يلا هنا هنقيس دي بالرولر هتطلع معانا 6 سنتيمتر وده 2 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. طبعا ده ريكتانجل البريمتر هيكوال ايه؟ 6 بلس 2 بلس 6 بلس 2. 6 بلس 2 يديني 8، 8 و2 10 و6 يبقى 16. يلا اللي بعديها ده اسمه ايه؟ اسمه هيكساجون. لما نيجي نقيس السايد ده يطلع 2 سنتيمتر وده زيه وده كمان 2 سنتيمتر وهنقيس ده هيطلع 2 وهنا 2 وهنا 2. نعمل لهم كلهم بلس يديني البارامتر بتاعه، يعني كل السايدز اللي بره دي طولها قد ايه. هنا 6 تايمز ال 2 يديني 12. هنا لما نيجي نشوف ده هيطلع 5 سنتيمتر وده هيطلع 2 سنتيمتر. لما نيجي نقيس ده هيطلع 2 سنتيمتر. لما نيجي نقيس ده هيطلع 4 سنتيمتر. يلا نجيب البريمتر 5 بلس 2 بلس 4 بلس 2. 5 بلس 2 بلس 4 بلس 2. 5 و 2 7، 7 و 4 11، 11 و 2 13. يلا ده بعد كده ده سكوير. طب ليه ده ما يكونش رومبس يا اولاد؟ ما هو جاي بالجنب اهو. اه بس بصوا على الفيرتيسيز، الفيرتكس دي كده اهي زي الفيرتكس دي بالظبط، زي الفيرتكس دي بالظبط، زي الفيرتكس دي بالظبط. الرومبس بتلاقي دي ضيقه ودي واسعه، لكن دول زي بعض يبقى ايه؟ يبقى سكوير على طول. طيب لما هنقيس ده بالرولر هيطلع معانا 3 وده هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. يبقى البريمتر بتاعنا 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 اللي هي 12. ها يلا الريكتانجل ده ده قد ايه؟ ده 3 سنتيمتر وده 5 سنتيمتر. ولما نيجي نقيس ده يطلع 3 ولما نيجي نقيس ده بالرولر هيطلع برضه 5. يبقى البريمتر بكام؟ 5 بلس 3 ديت بلس ال 5 ديت بلس 3 ديت. 5 و5 10، 3 و3 6 بلس 10 يبقى 16. نعمل ايه بعد كده؟ اللي زي بعض نديهم بنفس الكالر، يعني عندي ده 12 وده 12، نخلي دول مثلا بالريد كده تلونوهم بالريد وعندي ده كده ايه؟ ده 12، دول زي بعض. طيب مين نعملهم بالجرين؟ ال 13 ده 13 اهو، نعمله بالجرين ونعمل ده برده هنا 13 بالجرين. مفيش 13 تاني. عندي ده الريكتانجل ده 16، نعمله كده بالبلو تلونوه انتوا بقى. وعندي ده برضو 16 ايه؟ تلونوه. تعالوا مع بعضينا نشوف another learning point اللي هي estimating the side lengths. يعني ايه كلمة estimate؟ estimate يعني نقدرها او نبص كده بعينينا ونشوف هتبقى كام without using the ruler. يعني انا مثلا لو معيش رولر وجينا قلنا عايزين نعرف how long is the blue side، ده ده كام؟ ممكن واحد يقول ايه؟ يقول 5، انا شايفه تقريبا 5. وممكن واحد يقول انا شايفه تقريبا 6. وممكن واحد يقول ايه؟ انا شايفه تقريبا 7. كل ده اسمه estimation. بحاول كده افكر واشوف هو هيطلع كام بعينيا، اوكي؟ لكن احنا لو قسناه هنلاقيه كام؟ هنلاقيه 7، اوكي؟ لكن الاستيميشن انت ممكن تقول اي رقم انت حاسس ان هو قريب من الصح بتاعك. ليه؟ عشان نحاول نقدر السنتيمتر قد ايه. يعني احنا عايزين كده بعينينا لما نشوف الحاجة نعرف نقدر طولها قد ايه. يعني مثلا هنا بيقول لي estimate the length of the blue side then use a ruler to measure it in centimeters. هنعمل ايه؟ هنيجي نبص على ده كده، تفتح الكتاب وتبص على السايد ده، انت شايفه تقريبا كام؟ ممكن واحد يقول لي يا مستر انا شايفه حوالي 4،
اقول له خلاص اكتب هنا فور في الاستيميشن، يبقى هو استيميت يعني تقريبا اباوت 4 سنتيمترز. وتعالى بقى بالرولر وقيسه، لما تيجي تقيسه بالرولر هيطلع معاك 5 سنتيمترز، يبقى انت قربت، يبقى انت الاستيميشن بتاعك كويس معقول. ليه؟ انت قربت ايه؟ قربت منه. لكن ممكن واحد يقول 2 ويطلع الميجر 5، لا انت كده بعيد قوي. ممكن تقول 10 وهو 5، لا انت كده بعيد قوي. طيب نيجي هنا، هتبص في الكتاب بتاعك وتشوف السايد ده تقريبا، لو جبنا الرولر كده وحطيناه عليه الاستيميشن بتاعه كام؟ يديك كام تقريبا؟ ممكن واحد يقول لي يا مستر يديني 3 تقريبا، انا حاسس ان هو 3. لما تيجي تقيسه هيطلع فعلا ايه؟ 3. يبقى انت كده الاستيميشن بتاعك او التقدير بتاعك كويس، انت فعلا حاسس السنتيمتر ده قد ايه، يعني ممكن بعينيك تقدر تقدر اللينس بتاع الايه بتاع السايدز. طيب يلا نشوف هنا البلو ده تقريبا كام. واحد ممكن يقول لي يا مستر انا شايفه 3، اقول له خلاص تعالى قيسه بالرولر بتاعتك. تيجي تقيسه بالرولر هيطلع معاك مثلا 2. يبقى انت الاستيميشن بتاعك اكسبتد، معقول، انت قريب منه مش بعيد. لكن ما تجيش تقول لي مثلا ده 5 وانت تيجي تقيسه يطلع 2، يبقى انت مش واخد بالك كده السنتيمتر في الرولر قد ايه. يبقى احنا لازم ناخد بالنا السنتيمتر اللي على الرولر قد ايه ونبص عليه كويس كده عشان نعرف نعمل استيميشن كويس. طب يلا نبص على الدايمنشن البلو ده تقريبا كام. واحد ممكن يقول لي يا مستر انا حاسس تقريبا كده انه هيطلع 6 سنتيمترز، اقول له هات الرولر بتاعتك وقيس. لو طلع فعلا 6 سنتيمترز وهو هيطلع فعلا 6، يبقى انت فعلا ولد شاطر وقدرت تحس بالسنتيمتر قد ايه، عشان كده هتعرف تعمل استيميشن كويس. نيجي نشوف مع بعضنا البراكتس ده. بيقول لي هنا استيميت زين يوز ا رولر تو ميجر ان سنتيمترز. انا عندي هنا ده اول سايد هنحطه هنا، والسكند والثيرد والفورث. ناخد بالنا ده سكوير يعني كلهم زي بعض، يعني لو عملنا استيميشن لواحد غلط الغلط هيبقى هنا وهنا وهنا. لما نيجي نحسب بقى البريمتر هنلاقي الايه الغلط كبير قوي. يعني مثلا نفرض ان احنا هنقول ده تقريبا يا مستر 4، احنا بعينينا كده قدرناه طلعناه 4، يبقى الاستيميشن عندي هنا ايه؟ هنا 4 وهنا 4 زيه وهنا 4 وهنا ايه؟ وهنا 4. نيجي نحسب البريمتر، يبقى 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 يطلع كام؟ يديني 16. طيب لو جينا قسناه، لو جينا قسناه عندنا في الكتاب هنلاقي الميجر بتاعه الحقيقي 3. عندي هنا 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3، يبقى عندي البريمتر كام؟ البريمتر 12. يبقى الاستيميشن عندي هنا في البريمتر اكسبتد ولا لا؟ لا طبعا، ده البريمتر ده انا كده قدرته كبير، هو الحقيقي صغير، يبقى انا عندي الاستيميشن هنا نوت اكسبتد. لكن انا لو جيت شفت الاستيميشن في السايد انا قلت 4 وهو في الحقيقه 3، يبقى هنا اكسبتد. لكن لو هناخد البريمتر كله، البريمتر اللي انا قدرته غير البريمتر الحقيقي بعيد عنه قوي، يبقى كل ما يكون الاستيميشن قريب من الميجر الحقيقي بقول ان هو اكسبتد، كل لما يبعد بقول ان هو نوت ايه؟ نوت اكسبتد. طيب هسيب لكم دي ودي، تعملوا استيميشن ازاي؟ يعني تبص على السايد ده كده بعينك في الكتاب وتشوف تقريبا هو كام، يعني انت تبص كده على الرولر وتبص على السنتيمتر بتاعها قد ايه وتشوف الحته دي بعينك كده قد ايه وتكتبها هنا، وتيجي تبص على دي طبعا دي زيها هتكتبها هنا، وتيجي السايد ده تبص بعينك هو تقريبا قد ايه في الكتاب. ممكن مثلا تقول يطلع 6 يطلع 7 يطلع 8 حسب انت ما تحس بيه، وتكتب هنا وتكتب هنا، وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل لهم كلهم سام وتجيب الاستيميتد بريمتر، الحاجات اللي انت جايبها كلها بعينك. طيب عشان اشوف بقى ان انا عملت شغل صح ولا لا، او انا حاسس باليونت بتاعت السنتيمتر ولا لا، اعمل ايه؟ اجيب بقى الرولر واقيس بقى كله، اقيس ده واقيس ده واقيس ده واقيس ده، واكتب الحاجه بتاعتي اللي انا قستها هنا واشوف بقى الفرق ما بينهم. لو طلع الفرق كبير ممكن يطلع مثلا 1 و2 صح و3 و4 غلط، ممكن. لو الفرق كبير يبقى نوت اكسبتد، لو انا قريب يبقى ايه؟ يبقى اكسبتد. هسيب لكم دي ودي تعملوها ايه؟ تعملوها هومورك.
نيجي نشوف الاكسرسايز ده برضه بيقول لي استيميت ذا بريمتر اوف ايتش اوف ذا فولوينج بوليجونز ذن فايند الاكشوال بريمتر ان سنتيمترز. دي هحسبها لكم برضه هوم ورك هي ودي. يعني تعملوا ايه؟ تقدر كده ده هيطلع كام تقريبا، ده هيطلع كام، ده هيطلع كام، تشوفهم كده بعينيك وتقدرهم لان انت خلاص حسيت بالسنتيمتر. وبعد ما تجيب ده وده وده تعمل لهم صم يديك البريمتر بقى الايه اللي انت قدرته. وبعد كده اعمل ايه؟ اشوف بقى الطول بتاعها بالرولر، اجي بالرولر اقيس، اقيس ده واقيس ده واكتب عليه كده الايه اللينس بتاعه اللي انا قسته بالرولر، واكتب على ده اللينس اللي انا قسته بالرولر، وقبليه طبعا اكتب مثلا بالرصاص اللينس بتاع الاستيميشن. يعني هكتب مثلا لينس الاستيميشن فوق واللينس بتاع الرولر تحت، واشوف الاكشوال بريمتر يعني البريمتر الحقيقي اللي هحسبه بالمسطره. يبقى انا جبت الاستيميشن وجبت الحقيقي. لو الاستيميشن طلع قريب من الرولر يبقى انا كده بقدر احس باليونتس كويس، لكن لو الاستيميشن بعيد لا يبقى لازم ابص على الرولر كويس عشان اتخيل السنتيمتر قد ايه. هسيب لكم دي ودي ودي، تعملوها تقدروا الحاجات دي بعينيكم وتشوفوها بالرولر. يلا نشوف التشالنج. بيقول لي يوز ا رولر تو درو ا ريكتانجل ويز ا بريمتر اوف 10 سنتيمترز. ناخد بالنا ان الريكتانجل لازم نلاقي فيه تو سايدز زي بعض. يعني لو خدنا مثلا كده 2 ولو خدنا كده 2 يبقى كده 4، يبقى انا عايز هنا كام وهنا كام، يبقى انا فاضل لي 6. ال 6 دي اقسمهم هنا وهنا يبقى 3 و3. يبقى ممكن اعمل كده واعمل كده واعمل كده. يبقى ده اول ريكتانجل البريمتر بتاعه 10. ليه؟ ده كده 2 وده كده 3 وده كده 2 وده كده 3. طب ممكن نعملها بحاجه ثانيه؟ 4 1 1 و4. يعني ممكن اخد ال1 ده كده واخد 1 2 3 4 1 زي ال1 ده كده واعمل 4 كده. يبقى 1 و4 و1 و4. يبقى ده البريمتر بتاعه 10 وده البريمتر بتاعه برضه 10. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون بتاع البريمتر. ليسون سهل جدا، كل اللي هنعمله هنقيس السايدز ونعمل لها صم، يبقى هو ده البريمتر بتاعي. وعرفنا جزئيه مهمه جدا اللي هي الاستيميشن. خدنا ليه الاستيميشن؟ علشان احنا من جوانا نحس بالسنتيمتر. عشان احس بالسنتيمتر كويس ابص عليه كتير في الرولر واستعمل الرولر كتير. يعني اجي كده اعمل لاين 3 سنتيمترز وابص على اللاين اللي هو 3 كتير بحيث ان عينيا تعرف تقدر ال 3 قد ايه، واعمل جنبه واحد 4 ابص على الفور شويه عشان احس الفور قد ايه، واعمل واحد تاني مثلا 10 عشان انا اقدر اتخيل ال 10 سنتيمترز ايه قد ايه. درس الاستيميشن درس مهم وبيخلينا شطار جدا برضو في الماس. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.